بداية أهلا بك في هذه النشرة الأخبارية. سيادة العميد، محاولة جديدة لعملية استفزاز ربما رآها البعض للشعب المصري قيادة وشعب باختطاف واحتجاز وتعذيب وإهانة عمالة مصريين في غرب ليبيا، أيضا اعتراف وزير داخلية حكومة الوفاق ربما هو دليل جديد على أنهم لا يملكون سوى الأوراق التي تخرج منها بياناتهم، وعملية استفزازية جديدة لدولة مصر الشقيقة. تحية لحضرتك وفريق العمل وجمهورك الكريم. يعني مصر يعني ليها تاريخ في انها تجيب حق اولادها، وما حدث من استخدام المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة واستخدام واستهداف معسكرات دارنا بنسور الجو والقوات الجوية المصرية خير دليل على ذلك. ولم يستطيع دولة الحديث عن أن مصر تدخلت، وأثبتت الأحداث بعد ذلك أن بالفعل كان سامر العشماوي وعماد الإرهابيين المصريين الهاربين كانوا في المنطقة، وأن المعسكرات كانت بالفعل تدار عن طريق عناصر إرهابية لاستهداف مصر، سواء كان الاستهداف في دارنا أو في طرهونة أو في مصراتة. مصر يعني لها حق الرد، ولكن بعيدا عن فكرة استفزاز الشعب ومحاولة يعني بخلق ضغوط من الشعب على متخذ القرار، متخذ القرار يعلم متى يرد وكيف يرد بالطريقة المناسبة، ولكن حق أولادنا مش هيضيع. أما بخصوص فتح بشاغة وزير الداخلية في حكومة الوفاق اللي بتفخر أنها معترف بها دوليا، هو مسؤول سواء كانت تلك الميليشيات تتبعه وقامت بذلك، أو سواء كان هناك عناصر إرهابية، لأن مهمته الأساسية هي مكافحة الإرهاب. إن كان عاجزا عن مكافحة الإرهاب فليترك الجيش الوطني الليبي يعني ويأخذ الأمان ويأخذ جانبا ويتولى الجيش الوطني الليبي مكافحة الإرهاب في مناطق طرابلس وما حولها ومصراتة، كما نجح في بنغازي وفي درنا وفي كامل الأراضي الليبية. نعم. طيب سيادة العميد. نعم سيادة العميد، هل ترى بهذه الحادثة بأنها محاولة جديدة من قبل الإخوان المسلمين هنا في ليبيا بخلط الأوراق وزرع الفتن بين الشعبين الشقيقين؟ بالفعل هو الإخوان يعني في يعني أي كارثة تقع تحت الشمس في منطقتنا تقف وراها جماعة الإخوان الإرهابي. جماعة الإخوان الإرهابية عايزة توصل رسالة لمؤيديها أننا نجحنا في ليبيا أن نستهدف المصريين، أننا نجحنا في ليبيا أن نضع القيادة المصرية في موقف العاجز، وهذا لن يحدث. بتحاول أنها الشعب المصري المتعاطف مع الليبيين المواطنين الأبرياء الشرفاء على كامل التراب الوطني، عايزة توصل رسالة أن الليبيين يعذبوا أشقائهم المصريين. نحن نعلم من هم الليبيين الأحرار ومن هم الليبيين الخونة الذين أدخلوا الاستعمار التركي وتعاونوا مع الإرهاب وتعاونوا مع جماعة الإرهابية ومع كل قوى الشر من أجل أن يكون هناك موضع قدم للسلطان العثماني المزعوم، زعيم تنظيم داعش، المرشد الأعلى لجماعة الإخوان اللي هو رجب طيب أردوغان. أما باقي يعني باقي الصور اللي بنشوفها سواء كان السراج أو فتح بشاغة هي مجرد عملاء مأجورين سلموا جزء من وطنهم للمحتل، وبيحاول إن هم يعني مصر واقفة على حيلها هتقدر ترجع ليبيا وهترجع سوريا وهترجع كل المناطق العربية واليمن وكل المناطق ستعود الدولة الوطنية. فاستهداف مصر هذه المرة يعني غير مبرر، وخاصة أن حتى يعني الفاشية والنازية وكل الصهيونية وكل قوى الشر كانت تخفي جرائمها، ففكرة يعني المجاهرة بالجرائم ونشرها وتصدر بيانات مطاطة يعني غير مسؤولة وزير الداخلية. فأعتقد أن الشعب المصري والإعلام المصري بيقدر يحدد للشعب من هم الليبيين الأحرار، والتاريخ لن يرحم أحد. وما حدث يضع تركيا وحكومة الوفاق بكافة ميليشياتها وقادتها تحت طائلة القانون الدولي كمجرمين حرب. أولا دول مدنيين يستحقوا الحماية من النظام الحاكم، وإن كانت تركيا بتعتبر أنها تحتل أماكن من تركيا فهي لو كانت دولة احتلال طبقا للقانون الدولي مسؤولة عن الأمن في المناطق اللي بتحتلها الحين خروجها منها. بأي تعاون
حتى لو كان ضد ليبيين عسكريين يحملوا السلاح، فمن المفترض ان تم القبض عليهم يعاملوا طبقا لاتفاقية فيينا جنيف. نعم. الا وهي معاملة الأسرى. سيادة العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الخارجية، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك.